استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر بقصر سموه برفاع صباح اليوم سمو الأمير فهد بن عبد الله آل سعود، وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين للمشاركة في معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية تجسد أسمى روابط الأخوة والمحبة بين الأشقاء في ظل ما يجمع بين قيادتي وشعبي البلدين من وشائج قربة وإيمان مشترك بوحدة الهدف والمصير. وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور القيادي الرائد الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية وما تبذله من جهود مباركة للم شمل الأمة من أجل صالح المنطقة وشعوبها. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن مملكة البحرين تقدر عاليا مواقف المملكة العربية السعودية الشقيقة الداعمة لها في مختلف الظروف، والتي تعكس خصوصية العلاقات الثنائية بين البلدين اللذين يجمعهما تاريخ طويل من التعاون البناء والمثمر في مختلف المجالات. من جانبه عرب السمو الأمير فهد بن عبد الله آل سعود عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر على ما يوليه سموه من اهتمام بتعزيز علاقات الأخوة والتعاون التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشيدا بما يتمتع به سموه من رؤية حكيمة تجاه مختلف التطورات في المنطقة. هذا وأكد أن العلاقات البحرينية السعودية تتميز بأنها تقوم على المودة والاحترام المتبادل والتصميم على الارتقاء بها بالشكل الذي يلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.